واحنا كنا عاملين مشروع التخرج بتاعنا اسمه فريق تدوير، ده بيتكلم عن تدوير المخلفات. المشروع بتاعنا بيركز على 3 مراحل عمليه اعاده التدوير. المرحله الاولى الفصل من المنبع، ودي بنعرف الناس فيها ازاي يفصلوا بطرق سليمه في البيت وفي الجامعه وفي المدرسه وفي كل مكان تقريبا. وبعد كده بننقلهم لمرحله ثانيه، وهي مرحله اعاده التدوير عن طريق المصانع والشركات والمراكز بتاعت الفصل والتدوير اللي موجوده في كل مراكز في كل الاماكن الموجوده في مصر. بخلاف كمان ان احنا بنعلمهم ازاي ممكن الانسان يستثمر اي حاجه تطلع من اعاده التدوير في حياته عن طريق المنتجات وعن طريق التوظيف. عن طريق اعاده التدوير ان احنا بنتيح ان احنا بنفتح باب التوظيف في الشركات بتاعت اعاده التدوير للشباب اللي مش لاقي شغل ان هو ممكن يشتغل في المجال ده. الفكره بتاعتنا اول يعني ظهرت لنا الفكره كده اول ما كنا رحنا مهرجان لاعاده التدوير، كان بيضم كذا يعني مبادرات شبابيه وكذا جمعيه كانت هي بتتكلم عن الفكره بشكل بسيط. فاحنا حبينا ان احنا نجمع كل الحاجات دي في كيان واحد كده وسميناه فريق تدوير كبدايه ان احنا ممكن نعالج بيه المشكله. فاحنا يعني جمعنا مع بعض وقعدنا نطلع افكار مختلفه، وبدانا ان احنا نطلع افكار الحمله بتاعتنا، وفكره مع فكره طلعت افكار اعلانات تلفزيون واعلانات راديو واعلانات صحف واعلانات مجلات. وبعد كده الحمله بتاعتنا يعني استمرت تقريبا معانا حوالي يعني اقل من سنه، بس احنا شغالين في الموضوع بشكل مكثف علشان نوصل للنتائج اللي احنا كنا محتاجينها. الحمله بتاعتنا عرضناها النهارده في الكليه ولقيت قبول من اغلب دكاتره الكليه، وكانت احنا املنا بعد كده ان احنا الموضوع يتكمل مش مجرد بس مشروع تخرج، هي الفكره مستمره. حابب ان هو يتبنى الموضوع، احنا موجودين بكل حاجه، عندنا كتاب عاملينه فيه جزء نظري كله وجزء عملي كمان، بخلاف ان احنا عندنا الاعلانات كامله موجوده بكل تفاصيلها. من اكتر المشاكل اللي واجهتنا في المشروع او العقبات اللي وقفت قصادنا ان الفكره نفسها اغلب الناس او اغلب الجمهور مش مقتنع بانه ممكن نعمل اعاده تدوير في مصر وتبقى زيها زي الدول اللي بره. فدي ممكن اكتر حاجه واجهتنا، ان الناس قالت هو احنا ممكن ننفذ حاجه زي دي على ارض الواقع؟ واغلب الموضوع بيبقى كلام، مفيش حد بيعتقد ان الموضوع ده ممكن ينفذ على ارض الواقع. ده كمان بخلاف ان احنا عشان نروح الاماكن اللي هي مسؤوله عن الفصل وجمع المخلفات بتاعه الناس، كان المكان هناك كانت زي مثلا حي الزرايب، المكان ده صعب جدا، صعب بنحس ان هو بعيد، وبنحس ان المعامله هناك بتبقى صعبه شويه لان الناس مش متعودين غير على الناس اللي عايشين هناك. يعني ده يعتبر مورد رزقهم وده يعتبر حياتهم، ان هم عايشين على اطنان المخلفات هناك، بيعيشوا بيستثمروا منها ودي كل حاجتهم. غير كده بقى نقدر نقول لكم ان كنتوا يعني ربنا يسهل لكم ويعني تقدروا تنجحوا في اقناع وزاره البيئه، لان هي وزاره البيئه دي وزاره غلبانه جدا. يعني كل مره تبص تلاقي واحد جه وبعديها مش كام شهر يمشي او حاجه، ويعملوا ساعات وزاره الدوله حاجات كده يعني. وان احنا كمان بنوفر عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسمها صفحه تصفت او طريقه السلام للفصل والتدوير، وكمان صفحتنا على تويتر اسمها تصفت تدويره، ولنا ايميل كمان ولنا موقع، بس احنا الموقع لسه تحت الانشاء، اسمه تدويره.com. ده ممكن يعني نستقبل من حضراتكم اي استفسار او اي سؤال او اي حاجه عايزين تعرفوها عن الفريق نفسه.